دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أعلن عن طرح وحدات سكنية للأفراد بعدد 984 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفوري بمشروع فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر. مساحة الوحدات تتراوح ما بين 95 متر إلى 100 متر. شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع ومساحة كل وحدة والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط ستكون متاحة على موقع برنامج مسكن محور الوحدات على الرابط اللي هنسيبه لحضراتكم على الشاشة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30/6/2024، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق. هنقول لحضراتكم بعض التفاصيل المهمة عن المشروع. في المرحلة الأولى من المشروع هيتم طرح عدد 984 وحدة سكنية مساحات من 95 ل 100 متر. مقدمة الحجز 150 ألف جنيه بالإضافة إلى 1000 جنيه مصاريف إدارية لا ترد. سعر المتر 15000 جنيه بخلاف نسبة التميز، ثم يتم استكمال 20% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة. هيتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام. بالنسبة لباقي ثمن الوحدة 70% هيكون على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفوائد. كل برج عبارة عن 10 أدوار وكل دور عبارة عن 6 شقق، يعني العمارة فيها 60 شقة. أبراج فالي تاورز فيو الأهرامات وقريبة من المتحف المصري، والتسليم فوري والوحدات كاملة التشطيب، والتقسيط هيكون متاح على 3 سنين و5 سنين و7 سنين، والحجز هيكون بأسبقية الحجز من الموقع الإلكتروني. كما تم الإعلان عن طرح شقق جديدة في عدد من المدن المهمة من خلال هيئة تعاونيات البناء والإسكان. يشمل هذا الإعلان مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والسويس. وأعلنت هيئة تعاونيات البناء والإسكان أن الشقق مساحتها تتراوح ما بين 100 ل 150 متر مربع، وتطرح بنظام نصف تشطيب، وتبدأ عملية الحجز وتوافر كراسات الشروط اعتبارا من 10 يوليو المقبل.